اوكي، هرجع شوية من جديد. طلاب السلام عليكم. المحاضرة هذه حتكون General Information about the final report. Your final report. أنا بعثت لكم من فريكر بوهوا هذا الملف، وهذا الملف contain all related information, المعلومات about especially for me. ممكن you can use it for another subject, I don't know, but especially for my subject you can use these general titles. Okay, هذه بالنسبة للصفحة الأولى، حيكون ال covering paper. It's look like this one. I will send it also to you. Try to make some changing about it. Okay, يعني ال background color الكذا، الصورة it's related with your topics, with your subjects. Okay. هذه الصفحة الأولى، it's contain university college department subject subject name, report title, the student name, lecturer name. وأنا حد كتبت لكم الماي triple name in English، زياد حازم عبد الجبار. مش تنجي at the end. Okay, header الأكاديميك year بنفسن 2020. Okay, مش تنجي السمري. أنا طلاب مثل ما قلت لكم، هذه كتبت الملاحظة لكم وبعثتها، هذه الملاحظة Survivor حسب ما وصلتني من النينر ألند، فأنا أتفق معكم وحقكم. أوكي، أنا في بالي أبعث لكم هذا الشيء، في بالي أكيد أبعث لكم هذا الشيء، لأن يومية التعليمات تتغير. أوكي، فهذه كتبت لكم I already agree with you. فأنتوا حتختارون طلاب، أنتوا اشتغلتوا كلكم you already work with simple project. They already send to me simple project. Okay, in general أنتوا عملتوا project in general form، وطلاب سألوني هل البروجكت يتكون من only one forum، هذا الاساينمنت من جوتوا أفال اساينمنت، لأنه اساينمنت try to use only one forum. الآن حنعمل extended، ممكن أنت تختار for example مثال على مدرسة، ممكن تختار مثال على طلبة مثلا معينة، مثلا مبيعات، مشتريات، محل. أوكي، تختار أي موضوع، أي موضوع. طبعا الموضوع ما it's impossible to implement it, to execute it fully كامل، ما لم يكون we have database، ما لم يكون عندنا database. طبعا ده speaking، وقت عمل مشروع إن شاء الله يعني السنة القادمة أنتوا حتعملوا مثلا مشروع دسبيكي حيتكون من واجهات ديزاين. أوكي، أوكي، دقيقة بس. أوكي طلاب، تسمعوني الآن؟ عذراً اتصالات، تسمعوني طلاب؟ Are you with me؟ Yes yes. أوكي بابور طلاب. أوكي. نعم، ما سمعت، صوت متقطع. طبعاً طلاب إذا ما أجاوب الناس تزعل، يعني
اسمحوا لي بس شويه مرات يصير اتصال او شيء. اوكي. فالان راح نعمل وقت من قتوى وقت مشروع مرحله جاريه دسبيكي مثلا ديزاين وبشتينجي برمجه. والبرمجه حتى يكون المشروع كامل كامل المفروض ديزاين برمجه اكسس تو داتابيس. داتابيس ممكن تشتغلون في الاكسس، ممكن اوراكل، ممكن داتا انتليكونج اكسل تو سي هاش. يعني there is relation, there is accessing between between your program, your interfaces, your forms with the data, with input data and output data reports. الآن حينطلب من عندكم أنا أعمل واجهات وكأنه نظام، ولكن بدون connection مع database, be connection with database, without any connection with database. اوكي. فنظام مبسط. انت تختار try to think from your brain. اوكي اختار، اعمل بحث، اعمل search. اوكي واجهات، واشتغل على ال all topics اللي احنا اشتغلنا عليها. ال all topics مثلا احنا اشتغلنا مثلا اخذنا المواضيع اللي اخذنا مثلا المواضيع اللي اخذناها في المحاضرات. اوكي تطبقون عليها هذه الاشياء، البوتون اللي اخذنا مثلا، التشيك بوكس، الراديو بوتون مثلا، هذه لحد ما يخالف اللي يقدر، لحد ما شرحنا حتى مثلا حتى محاضره هشت ما مشكله. اللي يريد يتوسع طبعا حيكون درجه اعلى مثلا، ما مشكله، لانه انتم بردوان من دفيد أنطيكم محاضرات بردوان إن قلت نسيدة مجانينة ومجانينة. أوكي. فالمهم ممكن أنا بعثت لكم حتى محاضرة دوازدا أزبجم حتى محاضرة دوازدا منا حتى محاضرة دوازدا من فريق البوهوة. إيه. وممكن جي الأخر المحاضرات حتى محاضرة بازا already هاي already available الموديل منا بيجن، صح؟ موجودة. بالي ما. فممكن طالب يشوف مثلا يستعمل المنيو، يستعمل مثلا أي مواضيع موجودة في، يعني أكو موضوع المنيو أخذنا كان في محاضرة من المحاضرات، بس مجال مع الأسف هذه المواضيع المتعلقة بالمنيو، هذه المنيوز اللي يشوف يعمل لي نظام بمنيوز بعد احسن. I cannot enforce you، يعني ما اقدر اجبركم. شوف في طالب عنده امكانيات يشتغل، لا يتحدد حتى محاضره، لا يتحدد حتى محاضره هشت. زين محاضره حتى محاضره هشت هاي مشروعها كامل. محاضره ده ويازدا ودوازدا هذه من فريكر بو هوا سر موديل ومعتبره هذه مشروعه اكيد. ومن فريكر بو دكتور جيمس النسبه هشتي صادي بوتشيب، لانه انتم بردام متقوتين سيده مجانين ومجانينه. بس وقت دا سبيك من فريكر دكتور جيمس نسبه انجاز بين جي سي قلت من نام عقول سيده ابا معناه، يعني الماده جارك هذه اعاده صار بيت، معناها انتم تخسرون وكانه انتم راسبين. اوكي ذاتس واي مجانينا، وانتم دائما تقولون ما عندنا مجال، هذه المحاضرات انتم ادرسوها هذه. واللي عندكم اذا عندكم اي سؤال، لو كان حيكون في امتحان حقيقي اكيد انا راح يعني اعمل لكم يعني هذه، بس انتم حاولوا تدرسوها هذه تدرسوها. اوكي اللي يريد يشتغل تقرير عليها اوكي ما مشكله. اوكي هذه لحد محاضره لحد محاضرة 12، هذه أكيد المفروض داخلة في التقرير. اللي يريد أيضا يوسع حتى محاضرة بازداي حتى محاضرة دوماهيك أيضا ما مشكلة. بالبداية يقوم باختيار موضوع، في البداية يقوم باختيار طلاب موضوع. بس دقيقة خير، شو مشكلة؟
تسمعوا صوتي؟ اي ده نسمع استاذ. اوكي فارجع على الموضوع. انتم حتختاروا موضوع معين. دقيقه من هنا. حتختاروا موضوع معين مثلا ممكن كم واجهه، دو واجهه، سي واجهه، مثلا واجهه ايك على فور اكزامبل اختيار باسورد. شو معنى باسورد؟ يوزر نيم وباسورد. يوزر نيم هكا تكست بوكس، هكا التكست بوكس مخصص بو يوزر نيم ايكوال تو زياد، والباسورد جي مخصص التكست بوكس التكست جرفة التكست بوكس مخصص بو باسورد يساوي كذا، يعني مباشرة جرفة الكود هكا مثلا المربع النص التكست جرفة مربع النص مخصص بو يوزر نيم يساوي كذا، والباسورد جي يساوي كذا، وممكن جي استخدام الستار الكاركتر باسورد الكاركتر. اوكي هكا اليوزر نيم والباسورد مساوي درستن كونتينيو انتقال فورم ايك تو المين فورم، الفورم الاخر الفورم ايك مثلا ابا تسبيك مثلا ابا فورم زيرو انتقال بو فورم ايك، وفورم ايك ساكن الموضوع سيرتشين نفس المواضيع، اختيار نفس المواضيع البوتوم التكست بوكس الكذا الكذا، ولكن متعلق بموضوع معين، يعني not in general يعني مثلا وقتي تحليل وقتي وضع الصورة بنفيس جماعه فيري باز دي بو كامل كم يودي داس بيب نقال منن داس بيب كان جماعه ما ينامي ناجح تلا دركب ان شاء الله دو اخره ناجح كم اجل داس بيب بو ريبورت اجي جاما ما تشي كانش بالكليه اما ناج نا شنا كانت دا مو تمام موضوع كي كانت دا دسي كلمه ان جيبن فيسن سرتا موين شو تنو كيت سيدو تنو كيت نو ايدا تدو سلام بابا امران دي كورا بوي شو كورو هات بيجم دار كيت بيج شو ايدا تدو بابي روت ودينو صاب شو بيت ايكوني باك داز بيجم ولو ناشر تكو خوب بقرن اكاوات اتناوات نظام دالا الا تهمت شرح كدرانك برامو حقا ما بيتني نامي ناجح بيرود باشا بسيارة كيم بيجال انت محاسبة قد شه گريده بفرق كم درسته برامو چه بد بفرق باشا موتا قد دكيبتا کتا ساکت کوچتا حالا گفتم اوکی کیته گام برنامه جا کیچه گن اما محاسبات چه گیره سو زون اما هم جیو زون اما چه گیرتیه قدی هم خمر وشید همین چه چه گت بیرات بس با درو مشکل وقت بیت بیت گام من محاسبات چیو چیو بیت خلاص اخر موعد ده که هنگی شم چون فرما بو چه کیم و شنی کوپ کنیم که ما راپورت نکه وی چت ویت اوی چت تو از حتونو که نظرم اوی چت ویت ها از حتونو که تنه گشتیم من خوش روپورت کی و مشروع تو که دکتر حنی آجیب که تاکی کنچو آخری ندیگه اصلا بیجی بلاب که در کردی برای بیجی دکلا و نه را چونه حتی تو اوی چید که کنی سیده رابایل ما تو عربی نزانی یو وی بک دینه کنی عربی و انگلیزی دکلا الان یو نه عربی نه انگلیزی نه فالینی نه نزاد شه کردستان برزه بود چلو غطا نزانی نه چگی مگو تاکی تو عربی نزانی بلد ترى قرآن عربي لغة قرآني اوية هلو بلد شريم هلو بيجنا سيدا بيجام ناشين شو روبورتو يعني شو بروجيكتو شنيبو چه جاني ما وقت لينا
آره آره بلاوجی بیت ماما چی گفتی علی نه نه لغت کردی نزونه تنها لا دور از خود اگر سیدا صح کرده او بنای خود وقتی که گلگی فراغه خب من با بطل که هر را دید که سید نید دانید بلاوجی دانید مجه روزه کتایی خدا از باید کامیرو بگه من سید باید کامیرو به جر شرحات علی چند دالو بود نو کاتیرو ده زبریتام او پروجکت دگی سگیو سوجب کنه دیدم دو چه بیت باش یعنی حتی سیدات نو کدی دو دی شرح کرد البم ویتین پروجکت دو چه کنه زوید پروجکت دو کنه دو زوید تقریبا خوش کنه دو خوب بحث مرحله چوری حسونینه خود هرم خودی هم زحمت هم از پاوید ده برکین اما همیش دیچه اگه بفره گین سعیامه 25 بیت باشه اگه سعیت مفره کرده سعیامه 25 پتر بیت باشه دیار راپورده 25 اگه داده من خب خب پینجی دوید باز بو مشکله او طلبت فقیر و بو اوالیت خیلی نو اوید دوید درجه دوید او مشکله برا بوم چلو نه هم پینجی نه وید درجه قرار خودی تو بیر اشیوه که اما بس من چکم خیر بلا بنات کارون بار که انتخان بان خوشتر بود بلا بس نا چکم بخیر پینجی بن چی بچی دو؟ آه جماعه چی بگین خوب بگیرین چون بیشمه دهالند بیشه کچ تاکی بیشه من وقتی نه خود از راپورتو سیشوه ما سرده چه در کمم پوزیتون امتی دوفه دقیقی چون بیشمه نو که نه در کمم اما رو زنگه لی در تلفن اگه بیشه بیشه درام نو که بیشمه آج جمعه دینو که ایده دو گوت نزاد چه در کتیم دینو که ایده سیده دنگی میتید بیراد درست درست دارن دیگه گوت دینو که ایم نزاد گوت از اشارت کم پانی وا خود ایم آقا خود از ندر کتیم نزاد گرا ده هر اخوه او نزاند کچ دید همو بلانه دو بیجی نه نزاد گوت دیم نو کم بس
اشرح صار لي انا صار لي تقريبا 10 دقائق اشرح اوكي طلع نزال وجهي مشكلتي عادي دكتور يمكن صار لي مشكله بالبرنامج مشكله ايه يلا هو معروف المهم انا صار لي تقريبا نص ساعه اشرح لو ما انت خابرني عادي ان شاء الله أوكي. ماكو مشكله يلا يعني يلا هسه راح ارجع على عاد وين انا وين وصلت معاكم يعني وين وصلت معاكم والله زين يعني ايش احكي هسه مو هسه سكرين شير لو لا ايه دي سكرين ايه يعني تشوفون الان الصوره لا بس لا ماكو صوره بس اوكي هسه اشوف الان ايه هسه اجت الصوره اجت زين هسه الصوره كامله امامكم مضبوطه ايه مضبوطه استاذ زين راح ارجع مره ثانيه طلاب بس اتاكد اشوف تقريبا بالنقطه الثانيه هيك تقريبا بس اتاكد التسجيل ماشي درسته زين سبحان الله اوكي فنرجع على النقطه الثانيه كملت هذه النقطه الاولى الغلاف وانا قلت طلاب حكيت لكم الكفرنج بيبر ضروري تهتموا بها والريفرنس ولكن طلاب النينر ايه استاذ نسمع ايه بس خلي واحد اثنين يفتح المايك حتى شويه اسمع لان وقت هدوء كامل اوكي نزانم هكا خط هي نزانم بس واحد اثنين أوكي. شويه علي خليهم يفتحون يلا كل شويه فوف سوى لي حتى اعرف يلا زين يلا انا بس انا وقت قلت الكلمات غير محسوبه حساب الكلمات بالريفرنس سمعتوا هذا الكلام وقت قلت بالصفحه الاولى والريفرنس غير محسوبه سمعتوا هذا الكلام لا والله استاذ لا طلعت من قبل هذا ار يو هير انا وقتي دسبك من قلت حساب الكلمات دو هزارو بنش صاد محسوبه ايش سمري نقطه دو حتى نقطه حفت اي محسوبه نقطه ايك ضروري التزام وتظبيط نفس ابا واجزي فريكر بو او نفس هذا بس حاول تغيير ونقطه دو ما هي الكلمات وقت حساب الكلمات نا محسوبه اوكي اروح على النقطه دو السمري هذه تنطي شورت فيو اباوت يور ريبورت شورت فيو اباوت يور ريبورت يعني انت تشرح الريبورت كامل يعني مثلا فور اكزامبل الوقت هفالواي مثلا او هفالتاي يسالك يور ريبورت اباوت شي مثلا اباوت وات انت تنطي فد شورت فيو تقول له مثلا تقريري عن كذا 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 اوكي الشورت هذه السمري نوت مور ذان 1 بيج مكونه اج اك باراجراف حتى سي باراجراف ممكن اك باراجراف دو باراجراف سي باراجراف ولكن نوت مور ورقه اك ورقه اوكي هكا باراجراف اك باراجراف هكا اك باراجراف كم سطر ممكن بنش سطر 10 سطر بس ما معقوله اك دو سطر أقل شيء not less than 5 lines not not كمتر بنج سطر أوكي واضح كلامي يعني وقت الكلام سر ال total word بتين not less than 2000 و بنج سطر يعني ممكن أكثر ممكن أكثر مور ولكن مور تشند يعني ما قلق يعني مور واحد راح يروح يتكلم كثير قلق يسوي مشروع وكانه مشروع مرحله شاري أبنا معقوله اوكي انا سويت هذه الخطه حتى
لانه الاند قلت من سيدة المواضيع عملية وقت اختيار التوبيك تشوي يعني نتكلم كثير عن توبيك معين نعم ولا ولكن انا سويتكم هذه الفكرة حتى يصير عندكم مجال اوكي اوكي عرفت اختيار الموضوع سمعت باختيار الموضوع هذا الموضوع طلاب بس قلوا لي حتى اختيار الموضوع اختيار الموضوع سمعت بهذا الموضوع الكلام طلاب ايه سمعنا استاذ ايه حتى امشي على النقطه الاخرى اوكي زين اجي على الانترودكشن النقطه الثالثه الانترودكشن اذا مقدمه المشروع مالك يستخدم which programming language your report related with which programming language انطي try to write مثلا one page two page related with introduction related with your programming language مثلا تقرير متعلق بالجافا انا انطي مقدمه سب جافا تقرير متعلق بفيجوال سي هاش I will write introduction متعلق بالسي هاش كانجي السي هاش دسبيك تو بروتك يعني ابتكرت يعني كانجي ديزايند دسبيك كانجي اخترعت كانجي في اي صال اوكي اي عالم كش عالم اخترع السي هاش in which year السي هاش start we start programming we're using it okay بس هذا لا معقولة نسخ لصق محاضرات أو النظري لا معقولة أوكي أبا شو معنى معناها آخر الانترودكشن نفس الانترودكشن try to depend on reference ممكن reference متعلقة بالسي هاش ممكن بوكس يان الكترونيك بوكس بي دي اف يان مواقع ويب سايتس أوكي فالمقدمة مكونة من two parts الجزء الأول متعلق بمقدمة عن السي هاش والجزء دوم مقدمة عن your related with your project بس أحكي أبا متعلق بشيء متعلق بالريبورت كل الريبورت جرف الريبورت شو موجود project أبا العملي الجزء العملي الفيري حتتكلم عن البروجكت أو your project practical project سيرتشي متعلق بشي اوكي زين نقطه 4 وهذه ملاحظات صح كان هاي ملاحظات ضروريه حتى try to save these notes ان شاء الله for the future يعني وقت نتكلم عن الريبورت او ريبورت يعني بحث research البحث كلمه report يعني كلمة research ما زنتر البروجكت هو part جزء من الريبورت الريبورت خر كامل هذا كتاب مكون جي نظري وجي عملي من العملي جي العملي البروجكت ولكن الريبورت كامل جي حتى دو مايك هذا ريبورت يعني research مشروع وقت نتكلم عن مشروع مرحلة شاري اوكي هذا بس بروجكت كلمه بروجكت او بروجكت براكتيكال بروجكت جزء بارت اوف ريبورت اوكي الايم ما هو الهدف ما هو ذا ايمز ممكن وي كان سي ذا ايمز اوف ذا ريبورت طبعا ممكن انا سويت 3 اقسام من الايمز ممكن تتكلم عفوا الايمز صح كده نقطه اي دو جنرال اوبجكتيفز كلمه اوبجكتيف نفسها ايم الايم هدف والاوبجكتيف جي هدف يعني وقت تكتب انت اي ثينك ات از بيتر تو رايت ذا اوبجكتيف اوف ذا ريبورت نا ذا ايمز باشتر ذا اوبجكتيفز اوف ذا ريبورت Okay, 3 objectives we have. 2 general, صحكي. In order to complete the requirement for success in success and pass in visual programming subject. يعني هذه حتى ننجح in order to pass and success in visual programming. Try to make some changing. يعني لا تتقيد فقط يعني فقط بهذه السطر. Try to make some change.
I think it is better. أنا أعطيتك ملاحظة. الأوبجكتيف الثاني in order to implement يعني تنفيذ اللي هو design والكود by using C hash implement يعني لأجل أن نطبق لغة البرمجة في تقرير وهذا التقرير متعلق في مثلا إدارة المدرسة هذا عمل تقرير لأجل أن نطبق الهدف الأول أن ننجح الهدف الثاني أن نطبق شيء in order to implement C hash من حيث الديزاين والكود في موضوع كيش موضوع إدارة مدرسة مبيعات مشتريات ستوريج مخازن محاسبة إدارة صح in which part أوكي ابحث في الجوجل حتشوف مواضيع قلق كثيرة أمثلة قلق كثيرة بروجكتس قلق كثيرة متعلقة بالسي هاش أوكي يعني الاسبيشال الاوبجكتيف الاخير متعلق بال يور بروجكت ممكن تحكي ممكن ممكن النقطه ايك شويه تسوي تغيير بها بس تبقى الهدف من النقطه الاولى انه انا انجح في ماده البرمجه المرئيه النقطة 2 هو أن نطبق لغة البرمجة من حيث الكود والديزاين لغة البرمجة سي هاش بروجرامينج لانجويج وخلاص وشو نقطة 2 مثلا يعني نبيجن سر متعلق بكش بالضبط بكش موضوع لأنه أفا ممكن أفا سبيشال أوبجيكتيف صح كي أوبجيكتيف 2 وسي ممكن هاردو بإيك فقرة دمجك ممكن يعني فقرة دو سي سطر بنش سطر متعلق بفقرة إيك ممكن دو سي سطر متعلق بفقرة دو وممكن دو سي سطر متعلق بفقرة سي وصح كن ممكن سي ينخرم بإيك فقرة ولكن الموضوع متعلق بالفقرة بالجنرال أوبجيكتيف نقطة بشتهنجي دو سي سطر متعلق بالأوبجيكتيف دو النقطة وبشتهنجي للسبيشال اوبجكتيف والسين الخرن كله in one paragraph okay that's enough تبدي بالثيوريتيكال بارت وهنا الثيوريتيكال بارت انت عندك صلاحيه انا انطيتك I will give you previously انطيتك مثال تكتب لي على جدول عن التولز والبروبريتيز و التولز والبروبريتيز والإيفنتس الفيري حتتكلم فقط يعني انت الفيري لا معقوله تتكلم عن الايفنت فورم كلوزينج اف ات از نوت يوز تراي تو توك اونلي اباوت تولز اباوت بروبريتيز اباوت تولز بروبريتيز ايفنتس ذات يو اوريدي يوزد فقط اوريدي يوزد خليهم that you already used يعني لا تتكلم in general لا تتكلم لي كلام كامل عن كل الـ 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 عن كل الـ properties تسمعوني واضح طلاب معي بالي سيد بالي اوكي انا يعني عذرا اتاكد حتى لا أنسى نفسي بعدين الخط قاطع. أوكي. فأنت الآن all project forums تتكلم عن الفورم اللي تكلمت عليها تتكلم عن التولز تتكلم عن البروبريتيز تتكلم عن الإيفنت تتكلم عن الإيفنت أنا راح أعمل تغيير عليها شوية وأرجع لكم إياها. أوكي. البروجكت فورمز شوف كم فورم تتكلم انت كم فورم اوكي تكلم عن يعني اليور بروجكت مكون من 3 فورم 4 فورم تكلم عليهم هذول الفورم تكلم عن ايضا توك اباوت التولز فقط التولز اللي يو اوريدي يوزد ما
not all. فقط the properties اللي مستخدمة. فقط only the events المستخدمة وخلاص. مش تنجي أبا فقرة متعلقة ب theoretical part. شرح explanation about your project. Okay? About your project. مش تنجي اشرح لي in a practical view. اعمل لي سكرين شوت، يعني مثلا انت عندك مثلا اليوم بروجكت مكون من انا يعني الان تكلمت وقت تكلمت لاحظوا دو سي تشار اذا انا معقوله يجيني مثلا بروجكت مكون من اونلي ون فورم اذا انا معقوله اذا اساينمنت دو اند مور يعني اتليست اوكي وتنقل جفورم ايك فورم دو من جفورم ايك الى فورم دو بوس يعني اغلاق كلوز فورم دو وقتي تنقل جفورم ايك تو فورم دو ابا شو معنى كلوز بو فورم ايك وفتح كل فورم دو وهذا الكلام خر موجود بالمحاضرات يشاربين وشوف ممكن بالمحاضرة دو محاضرة سي اقل عفو يعني محاضرة سيز دا شار دا صحكي مثلا يور بروجكت مكون سي فورم اعمل سكرين شوت لهذه الفورم اوكي للفورم والبن بنفيسه هذا فورم متعلق بكذا اك سطر بس اوكي شورت اكسبلينيشن اباوت ايتش فورم شورت اكسبلينيشن اف جمعنا نفس الوقت تشوف وقت جرف الكتاب كتاب مثلا وين يو سي مثلا ايمج البن الايمج اذا مثلا فيجر متعلق كذا 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 اذا سكري اذا فورم ايت متعلق واجهه الاساسي مين فورم اذا مثلا فورم دو متعلق بمثلا الاستورج اذا متعلق بالمبيعات ان سو ان تحكين دو سي فورم والبن بس سط اكس سطر اذا الفورم فور وات ذس فورم ريليتد وذ وات باش تهنجي مثلا ممكن تكتب conclusion يعني conclusion شنو استنتاجك من هذا فقرة شنو مثلا recommendation يعني توصية بجمع ذا توصية يعني ممكن هذا الريبورت we can improve we can develop this project and this report in future to connect it with database okay and what we can say to make it more reality with it يعني انت تاخذ example انا اقول مثلا اعمل لي مثال for example related with محل مثلا محل معين بس وقت اتكلم عن conclusion انا اقول مثلا اخذ محل مثلا فور اكزامبل بلان بازار اخذ محل مثلا دهوك مول اخذ مثلا يعني مول معين يعني كمثال معين يعني انا انطي ريكومنديشن انه هذا المثال اوسع اعمل تطوير عليه لاجل ان اعمل البروجكت متعلق ب بعمل حقيقي والريفرنس اوكي والريفرنس زين طبعا طلاب الريفرنس راح اعطيكم ايضا ان شاء الله ملاحظه بعدين عليها ابعث لكم فد ورقه هاو يو كان رايت الريفرنس اكتب لكم فد ورقه عليها شلون تعمل الريفرنس اوكي فهذه النقاط الان اتصور بهذه الحاله انت تقدر تحصل لك 2500 كلمه انت مخير اختيار الموضوع ولاحظوا طلاب لاحظوا والله العظيم انا انطوني مجال اساعدكم وهذا الكلام اللي اقوله شور يعني احنا راح نصلح وراح تصير راح كل تقرير راح بعدين يصير مثل الدفتر امتحاني ويصير بي تشيك اذا يصير فقرات نسخ بين طالبين راح يعتبرون هذه الفقره مع هذه الفقره يعني غش
غش ممكن يصير الدفترين وكأنه غش بالامتحان. فكل طالب حتى لو مثلا أنا اخترت مثلا موضوع معين والآخر اختار نفس الموضوع ما في مشكلة، ولكن I think it is impossible، لا معقولة وقد أنا أشتغل alone with only with myself و you work also alone with yourself، لا معقولة للtwo project حتى لو نفس الموضوع لا معقولة الشغل نفس الشغل. أكيد الكلام جرف التقرير حيكون الشرح والإكسبلينيشن مختلف، لأنه اعتماد سر الشغل يعني اعتماد على خيالك، اعتماد على الشغل مالك، أكيد حيكون في اختلاف. واضح طلاب؟ واضح طلاب؟ بالي زين. أنتوا عندكم سؤال؟ واضح هذا الكلام؟ سيدا نسبة نعم. ريبورت أول تشت سيدا 2500 كلمة قالك يعني أكاس مشروعي شي كان اي ما مشكلة ابني. اي نعم اسمعني ابني، بس اخلي اعلق لك على هذه 2500 2500 يعني مثلا انت اذا عملت 2000 ابا نا معقولة صفر، نا معقولة صفر يعني حيكون الدرجة اقل درجة كم؟ بس أبا تعليمات لجنة امتحانية، أبا تعليمات لجنة امتحانية، نعم تعليمات سيدة زياد يعني تعليمات دكتور جيمس رئيس قسم، أتى تعليمات الرئاسة. تمام سيدة، بس يعني ما بدي هذا، ما I can't say anything about that. كريم ما أقدر أعمل هذا الشيء، ما أقدر أغير شيء، هذا كلام مو صلاحيتي أبداً. أوكي أنا الآن أنا عملت لك تحديد، عملت لك تمديد extend حتى للمشروع، سويت لك تمديد حتى تختار مواضيع مختلفة وتشرح عليها. تستعينون صحكي مثلا أنا أختار موضوع مثلا متعلق بالمشتريات، اسألوا لي طلاب صف رابع أتعلق منهم مثلا منهم مشتغل على المشتريات، منهم كم أي مشروع مشتغل لي مثلا على مشروع مشتغل على for example على الإدارة، منهم مشتغل على كذا، شوية تعاونوا مع طلاب مرحلة رابعة. طلاب مرحلة شارجي البروجكت مع المرحلة شارجي يعتبر كأنه reference بهوا. أوكي أوكي يلا بيجن طلاب. ألو سيدو دار بوري كويز دي كويز شو وكين الكويز؟ بالي الكويز هذا إن شاء الله حدد لكم موعد معه، ممكن نعمله يعني محاضرة محاضرتين، ما حاخذ منكم وقت كثير، وممكن تشارك ساعات يعني فد بنش حتى ده سؤال ممكن صح وغلط اختيارات جي المحاضرات وتحديد المحاضرات. شوف صحكين كش محاضرات يعني مثلا أنا محاضرة إيكودو سي مثلا ده سبيكين مثلا بري كورونا محاضرة وقت كورونا صحكين دو سي محاضرة حتى أحدد بها امتحان، والامتحان أنا يعني أركز عليه لأنه حتى أقدر أقيم الدرجات مالكم. أوكي بس سيدو ما مجال الكويزينينا بوركة كنكو كلا ريبورت ما مجالش سيدو. شوفوا انتو كملوا الآن التقرير حتى كنجي مفتوح التقارير assignment حتى كنجي حتى أبروكا كنجي أزبيجم حتى اليوم حتى الساعة 12 ممكن حتى الساعة كند 12 بالليل اليوم حتى ساعة 12 شبه حاول نكمل انت والكويس حيكون بسيط ومساعدة لكم، اسمعوني وخذوا نصيحتي. بس دكتور عندي سؤال. اوه سيدة نعم. دقيقة واحد الريبورت اللي راح نسويه نعم. الريبورت اللي يتكلم اسمح لي اللي يتكلم عن الريبورت الأخير يقول فاينل ريبورت حتى أعرف لأنه هذا الريبورت نعم إيه نعم الفاينل ريبورت يعني مثلا إذا مثلا نكتب بروجكت بالريبورت مو
يعني البروجكت مالهم راح يكون كبير، يعني على الأغلبية الطلاب راح يسوون مثلا حاسبة مثلا تقويم مثلا هيك، يعني البروجكتات ما راح تكون ضخمة لأنه المادة ما أخذناها عملية هواي. ما عاد أقول لك، ما أنا حكيت لك أنا أعرف هذا، هذا أنا اختصرت لك بيتك عناوين. أنت راح تصمم شيء، راح تصمم موضوع معين وتتكلم، you will explain, you will talk about about what, about your project, about your project. هذا البروجكت مكون من ماذا؟ مكون من فورم، مكون من tools و properties و event. تتكلم عن هذه فقط اللي استخدمت، لا تتكلم على كل الموجودة في السياج بالمحاضرات، تتكلم فقط على اللي تكلمت، على اللي اشتغلت عليها فقط. وبعدها أبا جانب نظري، جانب عملي، اعمل لي سكرين شوت، سكرين شوت للشاشات، كان شاشة هاي زي شار بنج شاشة للمشروع مالك، البن كل شاشة سكرين شوت، اكتب شوية توضيح وبشتينجي كونكلوجن، ورقة كونكلوجن وفيوتشر وورك ريكومنديشن، وبعدها بشتينجي المصادر وخلاص. وشو سيدة؟ نعم خلاص ألند سيدة، هنجي قال صادقة ريكوار من سيدة ظروفیت طالب آزادانه که طالب چت که چناکه چت سیدوی را بیدیدش تا که سر طالبی فارس کرد طالب چه گونه ها یعنی چه که طالب محمد ابنی اسمحلی ابنی شوف والله كل هذا التعب اللي احنا عن نتعبه احنا نقدر احنا نقدر اسمحلي ابني واللي ما واللي اذا ما تفتهمني بالعربي خلي وينو ألاندو او طالب اخر يترجم له. اسمعني محمد، اسمعني دقيقه. ايه دقيقه اسمعني ابني. ممكن احنا الرئاسه تشغوتي الماده اللي اقل اللي كامتر بنجي صادي، هذه الماده نما حسوبه وخلاص وجو وارتاحوا انتم، والمادة صالبيت راح تدرس المادة جارك هذه. اسمعوني احنا نريد نساعدكم، احنا نريد ام دفيدن هاريكارو ابني اسمعني، احنا نريد نساعدكم، احنا نريد نمشي السنة هذه، احنا ليش جاي نتعب احنا وتعليم الكتروني وخبصة، ليش هذا الكلام؟ ليش عرفت سيدو بس هو مجبري كان طالب مع الكتروني نصبون ده، حتى طالب مع الكتروني نصبون ده، طالب يجي تشزن بخوانينا روب سر طالبي فارس كم إلادي بم موضل التعليم الالكتروني شوف ابني، إذا بدون تعليم الكتروني هذا كم معنى أنت درست، أنت إذا بيت تعليم الكتروني أنت درست شار محاضرة، أنت درست شار محاضرة كشار محاضرة معناها المادة نا محسوبة وخلاص وأنت راسب بالمئة، تقبل؟ I don't know. ان شاء الله محمد سهلات، يعني مو تصعبون الماده لانه والله ما ليش نصعب؟ انا اتصور انا عاد اساعدكم اكثر من المطلوب والله العظيم، بس انتم ما تريدون اساعدكم. السيد هو قرار اكيد ديهو كي طالب، يعني ملال بملال، يعني وهكا عندها فول من بخدي امشي ملال قلق أجد قام أعرف ابني ملل صح أي أقلي بديو، أنا أتفق معك شنكي الممود الباري كان صلونا خون دار روب السيدو سلم فارس كت إلا دي موضولي زهوكي إلا دي فلونكي إلا دي بانكي إنجليزية ناشارة زوما عربية ناشارة زوما، يعني هذي تشكم على زوما كريمن. أبا موضوع الموديل وموضوع التعليم الإلكتروني أبا الموضوع أبا قرار نابس قرار جامعي، أبا قرار وزارة إخوان دنا بلند، هذا قرار وزارة أمهك وزارة بو دبي قراره بدل بيجت طالب ناجح لا ابني الجامعة نقوت الطلاب ناجح خلاص. هسه احنا ما نريد ندخل بهذا النقاش ابني، انت بس قل له ألند احنا ما نريد، هذا مو مسؤوليتي انا هذا الموضوع.
أنا ما أقدر أدخل بهذا النقاش. هذا مو مسؤوليتي هذا الموضوع. ابني محمد قل له ألنت خلاص خلي وقف الكلام هذا. ألنت ابني وضح له. هذه مو مسؤوليتي أبدا مسؤولية من محمد ابني. سيدة يوم أبدا مسؤولية كوريا طلبوك إن شاء الله. وهنجي هاري كارمن هنجي هاري كارمن. أنتوا هم ساعدوني. هنجي ساعدوني. هنجي هاري كارمن وأمجي إن شاء الله هاري كارو إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ان شاء الله محمد ان شاء الله تعرف ايش المقصود دكتور المقصود بس اذا تساعدون الطلاب يعني والله يعني انت مو الان اليوم انت طلبت قلت لي الطلاب شلون راح يسوون تقرير مو مباشره بعثت لك هذا الموضوع هذا الان راح يساعدكم كثير راح يساعدكم كثير بدل ما تعمل مثلا فورم هتعمل دوسي فورم وتشرح عليه وتتكلم براحتك وتتكلم بشرح عليه واستخدموا الجوجل ترانسليت وخلاص اكتب بالعربي شوفوا الجوجل وسوي مراجعة للجوجل يعني هندك جارة واختي ترجمة الجوجل يعني الجوجل تشقوتي على الفورم اذا اكتب الواجهة هندك جارة الجوجل فورم تشقوتي قوتي انترفيس ما معقولة انترفيس من فيس الفورم اوكي اكتب دسبيك فقرة كامل بس هين يعني مستوى نادر استن بالعربي المفروض دسبيك كتابة بالعربي وقت كلام بالعربي درسة ترجمة للغة الانجليزية درسة بس وقت كلام بالانجليزي صح كن ازنزان مشاوية الترجمة هكا اش لغة كردية كردش لانجوش تو انجليش لانجوش أزبجم بس كردي رسمي اللي هو السوراني ممكن ترجمه سر 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 انجلش لانجويج أزبجم اوكي الكرديه اذا تحولها للانجليزيه اصعب من العربيه تحولها اصعب 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 عندك جاره يجيك انجليزي ابد كله مخربط يعني يجي ابد مو نفس الشيء ما يجي نفس الشيء باشا زين هسه انتم ابدوا من الان اشتغلوا وعندي الان انا شوفوا الان انا حسبت عندكم حضور بري كورونا كانت محاضره تقريبا 4 محاضره عندكم حضور بري كورونا ورقه حضور اقل من وورقه حضور جي عملي قال ست لوزان وست كارين اوان فريكر بومن فريكر بومن درجة العملي ودرجة يعني الحضور ونشاط مع العملي زين فأدكم سرده الحضور وسر واجب إيك واجب دو واجب إيك واجب دو واجب أوكي أزبيجم أبا بازدا بيست يعني الواجب الجدول سر بازدا وواجب الواجب دوي ال 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 هذا البرمجة سيربيست الآن شندن سي شلو بنج باقي بس 5 درجات نعمل لكم على الكويز ممكن الكويز إذا درجة واحد درستها ممكن أغيرها سر ده وخلاص وشو واضحة سيدة ما بارك كورونا وجودك إنه أبو عملي حاسي بما تشيكر بلي كورونا تشي واجبك ما عمل تشيكر بم ايه بلي كورونا ايه بالله ألن تقولتي علي شي يقول بلي كورونا العمل كان عندنا واجب بالعملي من كان اكو دوام ايه موجود المن سلمتو بو من يعني بو ست كارين ولوزان اسبيجم سر وادو بو نفكي علي سيدا ماني شو دوبو؟ واقف أنا شو دوبو؟ سيدو يفوز أحكيه. يقول أنت شفتها أستاذ؟ إيه أشرنا عليه أنا موجود سر صفحة الحضور موجود اللي سلم كسلم اللي سلم سويت بلاس عليه موجودة كلهم أشر قال من في ورقة الحضور حضور العملي أوكي؟ ست كارين. سيدا تتشيل لا موجود. سيدا تتشير كذي بتصير أي ممكن أبو جروب يفرق طبعاً كاكي كينا كينا يعني هذه لا هذه مستحيلة
بسيدة بعد تشوزن يعني مجالك وينهم بعدين أبقى قلت سيدة أنا سلمت وسيدة أزجي سلمت وسيدة أزجي سلمت راح يصير خر كله سلم صدق عشان تأكيدة تتنشيل لك يربون لا سيدة تتنشيل ما مشكلة يا سيدة دوزوني يا أبا عليكم يا أبا عليكم أنت والله هذا الواجب مو محسوب أستاذ راح نحسبه يا ابا ما نحسبه ماشي ماشي هذا الواجب ما محسوب راح يصير قصة هذا الواجب زين مأشر ابني شق كل مأشر انا وست لوزان وست كارين بوقت مأشر كل واحد سلم طمان سيدة وقت الدرجات وقت تسليم الدرجات كل واحد يتكلم وقته يقول ليش وما ليش اوكي سيدة واجبي بتاني يلي في فرق ان موديل الثاني دكتور بس اقول دكتور دكتور امدي ساكت الطلاب يقولون الزيب فايل ما يجي ما ادري شلون اشلون نوصله استاذ البروجكت وقت تكبس الزيب فايل صح ممكن انتم عندكم اي ثينك اول اوف يو هاف جيميل اكاونت صح طبعا الجيميل موجود من ضمن السيرفيسز مال جيميل موجود للدرايف للدرايف درايف اعملوا ابلود وجرب هذا الكلام اعمل ابلود للدرايف للجوجل درايف اف زايب فايل يعني كليك راستي جرب الجوجل درايف كليك راستي وابلود ملف اجي الكمبيوتر شحكي الكري اعمل ابلود وبشتينجي اعمل 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 نسخ لللينك واللينك اللينك فريكي بومن اوكي قبل جوجل ميلي وجبي يورو بورتي ريكن كاسو كان موضوع لي ناشي تبقى بتم خدي وقت لا قال زحمته استاذ خويتي استاذ انا نسيت بالجيميل ماكو مشكله تقدر مش ست ما يدوي شي ترسل باب ايميل ريكن وخلصوا كاسي نازوني موديل ريكن استاذي الطلاب يقولون بالموديل ما يجي اذا نرسلها بالايميل احسن يابا بالايميل اللي ما يجي وين ممكن اراز مو اراز اراز لا محمود ديسل لا لا اعرف بس اراز خلي يجاوبني اراز تواصلت البارح معاه اراز نكوتي من الجيميل عندك جاره نا ممكن يعني send زايب فايل الجيميل ازبجم تقوتي من بلا صح؟ ايه صح ولكن ممكن على سر موديل ما مشكلة سر موديل جاوب يا اراز جاوبني سر موديل سر موديل تفريك سر موديل بلا سيدة مشكلة نينا لا شو مشكلة نينا مجرد زايب زايب لا أنا بس جاوبني زايب فايل فريكر بو موديلي بلا درزبو درزبو وسر جيميل الوضع شوايا قبل ناكا تنزل أورز مكان شوفري زين تقوتي من ممكن سر جوجل درايف وضع شوايا هكا جوجل درايف وعمل دقيقة محمد كريم بس نفهم الوضعية أراز وقت جوجل درايف الوضع شوية وسند اللينك متعلق بالملف هنا بالزاي فايل بلا خلاص شو يعني دي كاينه زيب فايل دي كاينه جوجل درايف زاي فايل بس دي بقى يلا اتكلم اراز بس اراز فولدر بروجكت دي كاينه زيب تشتكي بصنايه تينجي دي ابلود كيا درايف اون دروب بوكس تشتكي دي لينك كوبي كاي دي كات ايميل دو دي بوستيداي فريكاي بس في ايميل اون جي مودل نو كان موديل مجرد دي فولدر بروجكت زيب كي دي كات موديل ده عادي دي شو لسه موديل ده بس نسبة جيميل درايفي يان دروب بوكسي فول اكسس ده دا سيدا شتب خبتي ودشني كاما بس كي لينك دي عادي كي لينك ودي وي لينكي كات جيميل داختي تو بو سيدا يفرد كي وخلاص
آراز هگرم که این ازی برازن چی داد مدوید ها؟ که چه تشت؟ بیدرو بکس اما فایل پروژیکتیب که این ازی او که این مدولی داد چی دادید ها؟ چی داد مدولی ها؟ هکزیب سر نیست مدولی چیه نه مشکله درسته اوکی است رحنا نسلا بالمدول یعنی احسن انا طلبت من عندكم ابني بدي طلبت من عندكم ليش اتعب نفسي واقول لكم سر موديل وسر سر ايميل حتى املي الايميل مالي كله رسائل واسوي خبصه عندك جاره مثلا صار وقت تقييم وانا ما شفت طالب موجود عنده وقت تقييم الناف الملف الناف القتابي ما موجود تسليم نينا سر الموديل أزدي 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 كم سر الإيميل هكذا ينبري لأنه رسمي ضروري الشغل كله سر إيميل ضروري قوتي من ضروري سر إيميل أبا نا مسؤولية من الجامعة قوتي الشغل send و receive ضروري سر موديل نا سر إيميل ولكن copy of your assignment it is better وقت حساب الدرجة بخديه هكا الطالب اسمه نا موجود بالميدل أزي كما سر إيميل هكا الواجب موجود بومن أزي حسابك ودرسته إيه مشكورين يعني اثنيناتهم أوكي مشكورين ابعث اثنينهم حتى وقت للعلم صحكين الأزم أدمن سر الكلية أدمن سر الكلية وممبر أرى سر اللجنة اخوان التعليم الالكتروني خاندنا الالكتروني اوكي الطلاب كل وقتي فتح حسابات سر الطلاب وقتابين خر الطلاب وطبع كالتقارير هذا مسؤوليات من وقتي طالب نا موجود ازي بيج بذاك الوقت حقول تشقد ازي فتح الايميل وطبع كاجل الايميل واضحة؟ إيه دست أوكي. هذا مساعدة أبو هوا يا طلاب مساعدة أبو هوا. كيفك؟ إذا if you want لا ترسل على إيميل خلاص بس على موديل بس هكا 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 زيرو ونا موجود بالموديل نا قلت بقته وقت قلتي سيدة بوتشي أنا من فريكر وبوتشي نا حساب وبوتشي غلط أوكي؟ ابعث لي الاثنين سر هبدو تسمعوني طلاب يانا ايه نسمع اثنين احسن استاذ اذا اثنين احسن الثانية راح تجي هذا هو اثنين احسن بس افنا معناها بس ارسال سر الجوجل درايف وترك الموديل لانه اللجنة امتحانية التأكيد سر الموديل بس هكا ايه كتابي حالة خاصة هكا ايه كتابي دو كتابي النوف نا موجود بالموديل امديتشن سر الايميل واضحة؟ خلاص ايوه درست ايه شوف السيارة هاي سيدان نسبت فاينل ريبورت ايه نعم بس نقطة شاري دي شيء الشرح كيف دقيقة نقطة شاري ابني الايم الاوبجكتيف الهدف هذا اوبجكتيف الهدف صح كان الهدف صح كان المعنى الشاشة برامبر هو نعم استاذ ايه الهدف والايم جي الايم جي الايم جي هذا الهدف هردو الهدف What are the objectives of your report? من قد three objective هاي دو objective يعني دائرة موازن of objective general متعلق بالنجاح success نجاح بالمادة مثلاً أبا مادة visual يعني مادة for example ممكن أبجي أبا النقطة ممكن في سجي سر مواد أخرى مثلاً Java يعني ساكي operating system يعني كش مادة اوكي ان اوبريتنج سيستم سبجكت الجنرال اوبجكتيف تو من هينتفيت نجي تطبيق سر سي هاش لانجويج يعني نقطه ايك ابا نجاح نقطه دو تطبيق سي هاش نقطه سي متعلقه بال
متعلقه باليور بروجكت ابا مخصص يور بروجكت متعلق بكش موضوع كش بابيت يور بروجكت متعلق بكش موضوع سيدان زبد بس كش نقطه يعني هر جنرال اوبجكت نقطه هذا كله نفسه هذا كله بخره نفس النقطه يعني نقطه اي ونقطه دو بوهوا نفسه أنا هاي مساعدة هاي الكاب وهو أبا نفس النقطة نفس الكلام بس نظروري بس بشكل فقرات نبن في زن جنرال أوبجكتيف 1 جنرال أوبجكتيف 2 كل كلام كل آخر جرفة هيك فقرة هيك فقرة واضحة؟ يعني السي أوبجكتيف دمج ككل آخر جرفة هيك فقرة وخلاص وجوب اللي حيتغير بس أبا متغير أبا متعلق بكل شيء بس من كتوى هكا هكا تغيير شوية another words you can use another word مثلاً الفري مثلاً الفري مثلاً أوكي ممكن تغيير حتى نا نفسه بالضبط بس هكا صعبة زحمة استخدم الكلمات أبا خلاص وجه أوكي بعد سيدا صراحة أنا في درسي تناقشت بس لا مشكلة سيدا نسبت part 5 وكي تابلها كي تشيكين يون دي تشاو تشيكين يون أما عادي دي شرح كين أبا؟ لا الفيري الفيري explanation وقتي 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 الواجب واجب إيك من قطوة try to write a table اعمل جدول بس يا رمين متعلق بجدول بس الـ very نا explanation فقرات مباشرة حتى التوسيع اكستند للموضوع واضحة؟ درست سيدا هنا الـ very ام دهنده سكرين شوتا تشكين و ام كود خوشي كينت ريبورتي دا يعني نا الكود هكا كود والله ملاحظة باشا صح كان عنده عندها كلمه زياده اي اجري بس نا محسوبه صح كان ممكن دقيقه appendix شو معنى appendix طلاب هذا معناها ملحق appendix ملحق ممكن يا وين ازار اراز بلي سيدا نعم صح شعر بن اراز ممكن فقره هشت بشتي الريبورت الحقيقي خلاص بشتي ريفرنس الريبورت الحقيقي خلاص أبا عندك جارة ربط كملاحق ملحق إيك ملحق دو ملحق سي فممكن يمكن ممكن إضافة جي الأبندكس نسخ ككل الكود كامل أبا بتعزيز سبورت لك بوهوا بس نا محسوب بالكلمات أبا نا محسوب بس سبورت you know شو معنى support your report support support شو معنى بس دقيقة support شو معنى support يا ألاند ألو دكتور support شو معنى يعني بس يعني دعم تعزيز إيه بيجا بالكردي أبا شو معنى support والله ما افتهمت هاي النقطة استاذ support نكودي تعزيز دعم إيه بس هذه الكلمة من الفيد أبا شو معنى هذه الكلمة بالكردي قولي احكيها إيه مو تعزيز يعني بس قرتن تعزيز بالكردي إيه بس قرتن واضحة طلاب فأبا حقيقي نا محسوب وقت نحسب الكلمات وقت حساب الكلمات كانت كلمة دو هزار و
وبين ستاند نعم محسوبة، ولكن تعزيز يعني ممكن وقت حساب درجة البروجكت وموجود فقرة جي فقرة نهو أبندكس والكود جي موجود كامل. أبا شو معنى support your report؟ يعني هك المدرس مثلا درجة مثلا تقدير الدرجة مثلا شل وقت أبندكس موجود والكود جي كله خر كامل ممكن زيادة كي ممكن بنش درجة زيادة يعني مثل مساعدة أبا تعزيز أبا دعم support your حتى يصير التقدير درسته دعم يعني أمزيكش بوشتها بس ما معقولة كلمات الكود محسوبة بالدو هزار وبنصاد ممكن الكود ما زنتر دو هزارو بس الكود ما زنتر دو هزارو الإيف فور ممكن ما زنتر دو هزارو وبنصاد إذا أجر كود عملي حساب نبي أو سكرين شو دام كنا تيجي حساب نبي أو رفرنس حساب نبي إنه صار دو هزارو وبنصاد كلمة شديدة خلاص رابرين ما اسمك رابرين نافيسي لا تكتبي لا ورقة إيكي وناجي نا ريفرنس ونا أبندكس بس هكذا درجتها ندرستها نقطي بوجيد ندرستها سيدي ما اگر تیوری کار نبید گل من از کدینه گل من اوید افعال شرح کن اگر افران کساب نبید کن و کلمه نصد یه دوزر رو بسید بوچی نمحسوب بوچی نمحسوب الرفرنس بوچی نمحسوب لانو نسخ لصق ابا نسخ لصق ابا نسخ لصق صفحة ایک بوچی لانو ممکن صفحة ایک ابا یعنی نمادة علمی ابا ممکن I will send to you الكفر كله بس تغير النوف نافوا وتغير جي النوف الناف الريبورت وخلاص صفحه هيك نعم كلها محسوبه صفحه هيك والريفرنس جي نسخ لصق كوبي وبست والكود فورجيت الكود كيف اخو انسى الكود ناظروني بنتي فورجيت الكود انسي الكود فورجيت ات انسي الكود ناظر الكود خلاص انسي الكود واضحة؟ خلاص بعد راح احدد لكم موعد للكويز واللي يمتحن واللي ما يمتحن بكيفه لا يمتحن خلاص اني كويشن طلاب تعيد فقره الكونكلوجن بنتي فقره الكونكلوجن استنتاجات شو معنى الكونكلوجن يعني شنو الاستنتاج من هذا العمل مثلا احنا تعلمنا البرمجه we already used سي هاش بروجرامينج تعلمنا البرمجه تعلمنا كذا اف كونكلوجن تعلمنا انه ممكن نستخدم we can use التشيك بوكس ممكن نستخدم الراديو بوتوم أبا باشتر أبا وشي استخدام أبانا أبا استخدام الليست يعني استخدام الكومبو ليست واضحة استخدام بوشي استخدمنا اشرح شوية كونكلوجن يعني لماذا استخدم بوشي استخدام الأداة أبا أوكي والريكومنديشن أبا توصيات يعني توصيات ممكن من قوتها مثلا أبل الريبورت ممكن in future we can add نضيف مثلا الداتابيس ممكن نضافة الداتابيس
ممكن إضافة البايوسينج أكسسيان أوراكل، ممكن الداتا إنتري عن طريق الإكسل. الآن نوكا فقط we use only forms. We use only forum. We use only, we design only forums. And we enter data عن طريق شيء، عن طريق التشيك بوكس، عن طريق التكست بوكس، عن طريق عن طريق الراديو والتشيك بوكس والتكست بوكس، بس نا عن طريق نا عن طريق another هك الداتا مازن. مثلا مثلا الان اشتغلت صار مثلا بيانات متعلقه مثلا بنش قتابين يعني ده قتابين بنش امبلويز موظف يعني ده موظف هك الموظفين عدد موظفين هزارن هكان هكا الموظفين مليون شوية إدخال المليون قلق زحمة منا. In that time it is better to use استخدم شيء استخدم الداتابيس. فممكن ريكومنديشن فقرة فقرتين فقرة دو سطر سي سطر إك فقرة وخلاص أوكي. وصح كين هذه هذا أبل النقاط البرفكت المثالي. It is better أنت لا تترك فقرة بكتابة، اكتبها كل الفقرات هذه، أوكي؟ اكتب كل الفقرات حتى درجة باشا، أوكي طلاب؟ اكتب سيارة هاي. سيدو كويزي نظري داخلة؟ هو طبعاً الكويز متعلق بالنظري شيء يعني. متعلق شيء. سيمايس. كويز متعلق بالنظري. بس اوكي بالي اوكي يعني صرت جاوب. بس امدي ساكن كيش محاضره ممكن محاضرات بري 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 الكترونيك سيستم بري كورونا ممكن ذات سينف اوكي سي تشار محاضره تمام سيد درسته اوكي درسته اختيارات ممكن ترو فولس اوكي وشارك ساعات بس مجرد سمبل اكزام سمبل اكزام دونت وري اباوت ذات بل سو سيد عفوا كريم سي بس دكتور الكويز كم مرزمه داخله يعني الاند هسه راح اشوف بعد المحاضره امدي صح كلمه ان شاء الله ازدي I will tell you. I will tell you. Okay. I will tell you. Okay. راح أشوف وأقول لك. نب خدي ده. Okay. خدي نقاط. نما بس سيدا سب حصري ده. غريب. دكتي. آه شو تقولين يا؟ شو تقولين؟ DIL. أنت كتبتي اسمك؟ دل. شو قلتي؟ هاي بالغلط فلا فتحتي مايك وهذا يلا المهم إيه؟ بنتي ايه يلا اوكي ايه يلا المهم خلاص اوكي خلاص إيه راح اقول لك اي راح اقول لك على المحاضره وخلاص انا يعني أوكي. هذا هو يعني انتم اعتبروا حتى أوكي. محاضره 12 انا شارح لكم لانه انتم ما رتوا اشرح لكم اوكي فأنا ما عندي حل غير أنه أقول داخل هذه لو كان والله لو كان امتحان أكو راح أنا أشرح لكم وأكمل بس أنتوا قلتوا سيدة قلق وسيدة قلق خلاص هذه محاضرة ده ويازدا ودوازداجي اعتبروها داخل حتى نسبة إنجاز حتى هشتي صديق وكذلك وقت عمل التخرير ممكن أي موضوع اي اداه كش اداه انت تشوفها زينه من محاضره هيك حتى محاضره باصده ممكن أوكي. ممكن مشكورين اوكي إيه. خلاص طلاب اني كويشن إيه تقريبا اي بس هاي شو اسمها هاي لاحظ بس انتم معي تشوفون هاي بس أريد اسمها الطالبة بس حتى أعدل اسمها بحثت اسمها يا دكتور دلمان هاي دلمان اسمها دكتور
موجود موجود بالرساله اسم هذه الرساله بعد سيد يمكن بس بعثت بعثت لا بس ما بعثت والله بس كاتب كاتب شيء لا عفوا استاذ كذا كذا يلا سعد سعد وفرق هي اسمها دلمان يعني هي موجوده ايه بس دلمان ايه اوكي يلا السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم اهلا وسهلا دكتور مع السلامه مع السلامه سلام مع السلامة Thank you.